سلطانة؟ إذا المقصود إنه تبوسي إيدي وتطلبي رضاي فأهلا. مثل ما حضرتك شايفة كل المخططات يلي عملتيها ضدي طلعت على الفاضي. شو لسه في براسي؟ تحضيراتك الخاصة واهتمامك بالتجهيزات شي بسرنا أكيد، وما بدك شكر. أنا بنصحك تحاولي يا سلطانة إنه تتقبلي هذا الوضع. أي تصرف بيصير رح تلاقيني بوشك.